جاهزة يا ماما؟ مجهزة. ايش بك؟ ايش في؟ بسم الله. بس مرة يخوف. ليه؟ ترددت. ترى اول بداية كذا. بس اذا حسيت في الهواء تتدافي. حقيقة مرة حقيقة. اوكي اول مرة احساس الخوف طبيعي. بس اني بفقد السيطرة اذا نزلت. انا معاك خطوة بخطوة، ما حتنزلي ابدا ولا حتسوي اي حاجة من غيري. اليوم غصنا في مكان اسمه أبو مدافع. It was beautiful. حقيقي من أحلى الأماكن اللي غصتها في حياتي. هنا ترقد أعزائي المشاهدين والمشاهدات حطام سفينة بويلر، وهي سفينة فحم قديمة. ونزلنا مع البنات الله يقويهم في أول منطقة غوص معانا، وهي أبو مدافع مع الخبير هانز. شوف 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 المنظر، جزيرة شبه غارقة. والله يا جماعة أنا ودي أجرب وأوقف عليها. الآن وصلنا على عمق 15 متر تقريبا. اللي بتشوفونه هو حيد مرجاني ضخم بضم سلسلة كهوف زي الأنفاق. الكهوف هذه شكلها خطير، وأتوقع يبي لك تكنيك خطير عشان تستكشفها بسرعة. ادعونا يا جماعة خير الله يعديها على خير. أجمل شيء بالمكان المرجان الأحمر والمرجان الأسود، والحلو أن الغواصين اللي زاروا الحاجز المرجاني باستراليا المشهور يقولون أن هذا المكان أحلى بكثير. يا جماعة يبدو لنا شيماء وندى مستمتعين. Speechless.